السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم بالصحة والعافية. اليوم سوف ندرس عن اسم الإشارة. ما هي اسم الإشارة؟ اسم الإشارة في اللغة الملايوية نقول كاتا تنجو أو كاتا أرا. اسم الإشارة يتكون إلى قسمين، أولاً اسم الإشارة للقريب، والثاني اسم الإشارة للبعيد. أولاً اسم الإشارة للقريب: هذا، هذه، إيني. ثانياً اسم الإشارة للبعيد: ذلك، تلك، إيتو. الآن هيا نقرأ: فنجان، فنجان، فنجان. كوب، كوب، كوب. صحن، صحن، صحن. ملعقة، ملعقة، ملعقة. شوكة، شوكة، شوكة. الآن هيا نلاحظ أيها التلاميذ، الآن هيا نركز عن الفرق بين هذا وهذه. هذا للكلمة التي ما فيها حرف التاء التأنيس في آخرها، أما هذه للكلمة التي فيها حرف التاء التأنيس في آخرها. المثال: هذا فنجان، هذه شوكة. هذا فنجان، هذه شوكة. ذلك للكلمة التي ما فيها حرف التاء التأنيس في آخرها. تلك للكلمة التي فيها حرف التاء التأنيس في آخرها. المثال: ذلك صحن، تلك ملعقة. ذلك كوب، ذلك صحن، تلك ملعقة. التدريبات. الآن انظر إلى الصورة. هذا فنجان، هذه فنجان. اختر الإجابة الصحيحة. ممتاز، الإجابة هي هذا فنجان. السؤال الثاني، انظر إلى الصورة. هذا شوكة أو هذه
شوكة. اختار الإجابة الصحيحة. نعم، الإجابة هي هذه شوكة. السؤال الثالث، انظر إلى الصورة. ذلك صحن، تلك صحن. اختر الإجابة الصحيحة. أحسنتم، الإجابة هي ذلك صحن. ممتاز. الآن هيا نواصل إلى السؤال الرابع. انظر إلى الصورة. ذلك ملعقة، تلك ملعقة. اختر الإجابة الصحيحة. نعم، كلكم ممتاز. الإجابة هي تلك ملعقة. أحسنتم. صنف. الآن هيا ننظر إلى الصورة الأولى. إبريق، هذا أو هذه. نعم، الإجابة هذا إبريق. الآن ننظر إلى الصورة الثانية. ثلاجة، هذا أو هذه. نعم، الإجابة هذه ثلاجة. لماذا؟ لأن في آخر الكلمة توجد حرف التاء التأنيث. الصورة الثالثة، مغرفة، ذلك أو تلك. نعم، الإجابة تلك. لماذا؟ أيضا لأن في آخره حرف التاء تأنيث. الآن نواصل إلى الصورة الرابعة. موقد، هذا أو هذه. الإجابة هذا موقد. ممتاز. والسؤال الأخير، السؤال الخامس، فرن، ذلك أو تلك. نعم، أنتم ممتاز. الإجابة ذلك فرن. هل أنتم فهمتم ما الفرق بين هذا وهذه، ذلك وتلك؟ الحمد لله، أنتم ممتاز. سنكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا على مشاهدتكم.